خلينا نروح لتقرير لكابتن حمدي الصافي بعد مباراة الجزيرة وكابتن نهلة سامح، نشوف قالوا ايه بعد مباراة الجزيرة اللي فاتت على طول. ترجعوا لنا مرة تانية. الحمد لله النهارده طبعا مباراه الجزيره المباراه الخامسه لينا في مسابقه الدوري، الحمد لله قدرنا نفوز 3-0 ودي المباراه الخامسه الحمد لله بدون خساره اي شوط. الاداء طبعا عامه الاداء كويس جدا، في يعني الاداء في ارتفاع مستمر. ابتدينا المسابقه بماتشات قويه زي سبورتنج والشمس وسموحه، طبعا النهارده كانت فرصه ان احنا نشرك عدد من اللاعبات كتير ياخدوا خبره، وعندنا عناصر كنا لازم نشركها عشان نستعد للخطوه اللي جايه. طبعا بالاضافه طبعا مش هنتكلم على الاصابات اللي عندنا، بس اللي موجوده الحمد لله العناصر اللي موجوده كلها شايله المسؤوليه ومتصدرين الدوري لحد دلوقتي، وان شاء الله باذن الله نكمل لحد نهايه الدور الاول ونكمل المسابقه لحد التوقف بتاع المنتخب باذن الله. انا بقى التوقف يحصل واحنا متصدرين المسابقه باذن الله. والله عندنا الاصابات هتبتدي ان شاء الله الاسبوع الجاي، ميار خليفه اول لعيبه هتنضم بعد الاصابه الاسبوع الجاي تنضم لينا، وده مكسب لينا طبعا لان احنا مركز ثلاثه للاسف حصل لنا اصابه برده مريم متولي سبرين انكل، فمحتاجينها جدا الفتره الجايه. عندنا لقاءات صعبه، عندنا الصيد والشمس برضو من الفرق القويه اللي بتنافس، فمباراه مهمه محتاجين كل اللعيبه فيها يعني باذن الله. عندنا عناصر كتيره صغيره، عندنا فريده الحناوي، عندنا مي غزال، عندنا هدير يسري، عندنا سهيله، عندنا دانا، كل دول عناصر تحت 18 سنه و16 سنه بنستعين بيهم السنه دي، تعويض طبعا غيابات بعض اللعيبه، وهم عناصر مميزه باذن الله مع عناصر الخبره الموجوده نقدر نحقق اللي احنا عاوزينه باذن الله السنه دي. المحترفه طبعا بتادي اداء كويس، ابتدت تنسجم بدرجه كبيره مع الفرقه وحفظت اللعيبه وكده. في الفولي طبعا الموضوع بياخد وقت شويه، بس الحمد لله هي قدرت تنسجم بسرعه وفي ارتفاع مستمر الحمد لله. الموسم ده طبعا فيه تحديات كتير، عندنا الدوري والكاس وافريقيا طبعا اهم حاجه، والجمهور اللي بينتظروا مننا بطوله افريقيا دايما. ان شاء الله باذن الله بنوعدهم ان احنا بنشتغل باقصى قوه عندنا، الاصابات ترجع لنا ويكتمل الفريق، وباذن الله يبقى في منافسه قويه باذن الله على بطوله افريقيا باذن الله. طبعا الحمد لله يعتبر ده خامس فوز على التوالي بالنسبه لنا من بدايه الدوري، كان فوز مهم جدا بالنسبه لنا، بالذات ان احنا ان شاء الله المباراه الجايه هتكون مباراه قويه نوعا ما. هنقابل فريق السيد، فريق السيد معظمه ناشئات وشابات، لكن لعيبه يعتبر على اعلى مستوى، كلهم مكونين من منتخب الشابات والناشئات، فهيكون ماتش ان شاء الله اقوى من الماتش ده. فاحنا يعني يعتبر الماتش ده كان استعداد شويه للماتش الجاي ان شاء الله اللي هو ماتش السيد. ان شاء الله اتمنى ان احنا نقدر نحصل على كل البطولات، لكن احنا المشكله عندنا الاختلاف شويه عن السنه اللي فاتت ان احنا عندنا اكتر من اصابه، يمكن اربع اصابات او خمس اصابات، كلهم لعيبه مهمين، يعني لعيبه جوه ال 14 لعيبه اللي بيشاركوا في البطولات الافريقيه والعربيه، فاكيد غيابهم هيكون مأثر علينا. لكن احنا يعني المجلس دعمنا بلاعبتين لعيبه محترفه برازيليه ودعاء الغباشي من نادي الشمس، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر يعني نمشي على نفس اللي احنا كنا ماشيين عليه يعني السنه اللي فاتت. في لعيبه كتير ظهروا بشكل كويس جدا في بطوله العالم الاخيره اللي كانت مقامه في مصر، فريده ومي غزال، طبعا يعني هما بيبتدوا يندمجوا معانا واحده واحده، ويعني هو عامه في النادي الاهلي هما عامه عارفين النظام وكل الحاجات اللي احنا ماشيين عليها، وابتدوا يشاركوا في ماتشات كذا ماتش من اول السيزون ما ابتدى، وابتدوا يعني يندمجوا معانا بسرعه جدا.